معايا على الهاتف الدكتور رضا طعيمه، زوج ابنه الفنانه سهير البابلي. بقاء لله دكتور رضا. فيك يا بسمة هانم، ربنا سبحانه وتعالى، البقاء لله وحده صاحب الأمر كله. عظم الله أجركم. شكر الله سعيكم، ربنا يبارك في حضرتك وحضرات السادة المشاهدين جميعا يا رب العالمين، ولا نرى مكروها عند أحد أبدا يا رب العالمين. كل السادة المشاهدين و90 دقيقة وأسرة 90 دقيقة وقناة المحور وكل المحبين الفنانة الكبيرة سهير البابلي والوطن العربي كله بيقدموا خالص التعازي يا دكتور. البقاء لله بسم هانم، وربنا سبحانه وتعالى يبارك فيهم، وزي ما هي كانت دايما توصينا تقول خلي بالكم من مصر، حافظوا على بلدكم، حافظوا على بعض، حبوا بعض، اتربطوا. واخر كلام قالت لي خليك جنب اخوك عبد الفتاح السيسي، خليك دراعه اليمين، حافظ على مصر، الراجل ده راجل شريف، وقف جنبه يا ضنايا، ووصي تلاميذك ومحبيك يكونوا جنب هذا الرجل الشامخ. يعني وكانت تصحى الصبح تدعي لمصر، تقرا جزئيه من القران وتعمل اذكار الصباح، وبعد كده تقعد تدعي الفلاحين بتوع مصر والقضاه بتوع مصر وجيش مصر وصنايعيه مصر ومصر، وبعد كده الامه العربيه، وبعد كده تقعد تدعي للرئيس عبد الفتاح السيسي وتقول لي انا من بعد ما امه ماتت انا حاسه ان انا ملتزمه بالموضوع ده، لازم ادعي له كل يوم الصبح. فسبحان الله ربنا يتقبل يا رب. وانا عايز اعرف يعني هو الوفاه حصلت امتى يا دكتور رضا والله من حوالي تحديدا؟ 3 ساعات. من حوالي 3 ساعات. ويعني هي احنا كنا بنعمل مجلس جميل كده حواليها، مجلس صوفي جميل، نعمل ذكر لله ونقرا البرده، لانها كانت بتحضر معانا المجلس على طول، فكانت بتحب البرده اللي هي بتاع الامام البصيري، مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فكانت تبقى تعبانه تماما، وساعه ما تسمع البرده تفتح وتبدا تحرك ايديها معانا وعينيها، وكنت اقول لها وتذكر. كنت اقول لها بتحب ربنا؟ تقول لي جدا. اقول لها بتحب سيدنا النبي؟ تقول لي من قلبي حبيبتي. فكانت روح، وكان عندها رساله جميله، وكانت حريصه ان هي ما تسطحش المواطن العربي، خليه، بل كانت حريصة على أن هي تخليه ينتمي لوطنه وأرضه وعرضه وناسه، وأن احنا نحافظ على أوطاننا من كل الهجمات الشرسة اللي هي جاية تفتت أوطاننا. وكانت حريصة أن ما تسطحش الفن، إنما تقدم الفن اللي هو الترفيه والتوجيه والتسلية والتوعية. ورسالة جميلة، رسالة الوحيدة اللي ترجمت لها أعمالها ب 18 لغة في العالم، يعني تقريبا ما فيش فنان عربي يتعمل له ده، يعني ترجمة أعماله 18 لغة في العالم. دكتور رضا، أنا كنت سمعت إنها يعني امبارح تحديدا وأول امبارح إنها كانت صحتها يعني بتتحسن. صح، أنت عارفة النهاردة أجمل حاجة إن الحاجة سهير وشها منور وعينيها، ما شاء الله، عارف حد متصالح مع نفسه، ملامح وشها يا رب. ملامح وشها متصالحه حبيبتي، ما شاء الله وشها منور كده، تحسي كده ان عليه الرضا، واقسم بالله. ودايما دايما لسانها لا يفطر عن ذكر الله. سبحتها الحلوه دي بقى اللي انا هاخدها ان شاء الله تبقى بتاعتي بقى، عندها سبحه يعني جميله كده كانت دايما بتستغرق فيها في التسبيح مع ربنا سبحانه وتعالى. الله، نحسبها يعني ان شاء الله في الجنه باذن الله. اللهم امين يا رب. عايز اعرف يا دكتور رضا، يعني هل كان ليها وصيه في اواخر ايامها؟ هل كان في حاجه معينه وصتكم بيها قالت لكم عليها؟ كلامها الجميل، الاهتمام بالايتام اللي هي بتهتم بيهم، والاهتمام بالناس اللي هي بتساعدهم. ودايما الكلمة الشهيرة عندها ان يا نيفين حافظي على مجلس القرآن بتاعك. أيوة. ويا بنتي، وخلي بالك يعني ما شاء الله بيحضر ده من سنين، من سنين يا دكتور رضا مجلس القرآن ده. انا شخصيا كنت من الحاضرين ليه في وقت من الاوقات. طبعا، وربنا يديمك، وربنا يديمك باذن أمين الله يا رب. فيعني ما شاء الله تبارك الله، من الكلام بقى الجميل في الايام
الأخيرة، خد بالكم من مصر، خد بالكم من مصر، وحطوا إيديكم في إيدين مصر وما تسيبوش مصر. وكانت حريصة، هي كان عندها عمق فلسفي في فهم الحياة، صح إن صح إن إن الفنان، إن الفنان مش في الشكل الخارجي، إنما الفنان فيما يقدمه من عمل يرقى ببلده ويرقى بعقلية المواطن، ويمنع عن عقلية المواطن حاجة اسمها ضياع الهوية المصرية. فهي كانت دايما بتخاف على الهوية المصرية عند الإنسان المصري، لأن كانت دايما تقول الإنسان المصري لما ينجح هينجح كل إخواته العرب معاه. فكان فضلي دكتور رضا، كانت نيفين قريبة قوي من الحاجة سهير. أنا هقول الحاجة سهير لأن دي الكلمة اللي دايما كنا يعني بننادلها بيها، وهي بتحبها، عزيزة على قلبها الحاجة سهير. شوفي، أنا عايز أقول لحضرتك، نيفين قعدت 10 سنين الأخارة دول تحت رجلين أمها بمعنى الكلمة، ما شاء الله، بمعنى الكلمة. وأنا دايما كنت أقول لنيفين، أنت ربنا يا بنت القرآن، أنت ربنا مسخرك تحت رجلين أمك، لأن أمك دي لو ما كانتش تستاهل ما كانش ربنا سخر لها نيفين في خدمتها. صح، ده حقيقي، خدمت في النفس. صح، النفس اللي بتاخده الحاجة سهير نيفين جنبها فيه، في أكلها، في شربها، في لبسها. ربنا هيبارك لها، ربنا هيبارك جداً. لنيفين إن شاء الله يا رب. والله دي حقيقة، دي حقيقة مخلصة جدا جدا جدا. أشكر حضرتك جدا وربنا يبارك. أنا بشكرك جدا، وعايزة قبل ما أنهي يعني اتصال العزاء، عايزين نعرف من حضرتك موعد الجنازة والعزاء علشان كل محبين الفنانة الكبيرة الراحلة اللي حابين يشاركوا في وداعها لمثواها الأخير. يا بسمة هانم، بكرة إن شاء الله بإذن الحي القيوم الساعة في صلاة الظهر في جامع الشرطة اللي هو في 6 أكتوبر اللي هو أمام هايبر. أيوه. بالنسبة والدفن هنا في 6 أكتوبر برضو جنبين على طول إن شاء الله. وبعد كده إن شاء الله بإذن الله بعد بكرة العزاء هيبقى في جامع الشرطة اللي في 6 أكتوبر اللي احنا صلينا فيه بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب يوم الثلاثاء إن شاء الله بإذن الله الواحد الأحد. وده كان موعد لقاء الذاكرين اللي احنا كنا بنعمله. سبحان الله. يعني هي انتقلت في اليوم الذي انتقل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، افضل الصلاة والسلام، وهتدفن في اليوم اللي هي كانت بتعمل فيه الذكر، مجلس الذكر اللي احنا بنعمله ان شاء الله. ابعت لك صوتها، ابعت لك صوتها وهي بتقول يا ودود كده، وتسمعي سوري بابي جمالها وهي بتقول يا ودود، ايه صوت من الجنة حبيبتي. ربنا يرزقها الجنة يا دكتور، وصحبة سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وبشكرك جدا دكتور رضا طعيمة، وقلبي معاكم وبشكرك، وربنا يصبر قلوبكم ويصبرنا ويصبر محبيها. ورحم الله الفنانة الكبيرة الحاجة سهير البابلي زي ما كانت بتحب الناس إنها تنادلها.